يقول السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يلزم لها الطهارة، وكذلك الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت يشترط لها الطهارة لأنها صلاة، والصلاة من شروطها الطهارة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط لها الطهارة كسائر الأذكار. ذكر الله لا يشترط له الطهارة، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أنك تسبح وتهلل وتكبر تحمد الله بدون وانت على غير طهارة، يجوز هذا. ويجوز لك أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانت على غير طهارة. نعم.